نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعالية لإحياء يوم التراث الثقافي العربي تحت عنوان حماية وإحياء التراث الثقافي لفلسطين. تم اختيار موضوع يوم التراث العربي لحماية وإحياء تراث فلسطين نظرا لما تمر به في هذه الفترة، وخاصة في قطاع غزة، من عدوان مدمر وانتهاكات صارخة للقانون والقيم الإنسانية، حيث نال الاحتلال من تراث فلسطين من خلال التدمير والتشويه والمغالطة.